أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج فحصينا كتب. سفر التكوين هو سفر البدايات، فيه نرى بداية كل شيء، بداية الخليقة، بداية العائلة، بداية الخطية، بداية الذبيحة، بداية السقوط، بداية الدينونة والموت، بداية اللغات، إلا الله فقط، لأن الله ليس له بداية. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. لازلنا في السياق حديثنا عن الخليقة في أصحاح 1 و2 من سفر التكوين، وكنا بالحلقة اللي فاتت وصلنا لعدد 3 من أصحاح 2. هنبتدي النهاردة من عدد 4، بس في سؤال مهم. الرواية بتاعت أصحاح 1 لحد عدد 3 من أصحاح 2، والرواية بتاعت أصحاح 2 من عدد 4 لآخر الأصحاح، البعض بيشوف فيهم تضارب أو إن هما نقلوا من مصدرين مختلفين، لأن كأنهم قصتين مختلفتين، فنقدر نقول إيه عشان نفك التشابك دوت؟ يعني في فرق بين الاختلاف والتكامل، ولو كانت الرواية واحدة ومتقالة بطريقتين مختلفتين كنا قلنا إنه في مصدرين، لكن الحقيقة الزاوية مختلفة تماما والتكامل واضح جدا. بمعنى إنه الرواية الأولى في تكوين 1 لحد العدد الثالث من أصحاح 2 الله خلق، الرواية الثانية من عدد 4 في الأصحاح الثاني لآخر الأصحاح الله خلق علشان يكون في علاقة مع خليقته. يعني الأصحاح الأولاني أو الرواية الأولى بتكلمني عن العمل الذي عمله الله كالخالق، الرواية الثانية بتكلمني عن غرض هذا العمل، غرض هذا العمل أن يدخل الله في علاقة مع خليقته. وده واضح جدا لما بنشوف في الرواية الأولى تكرار اسم إلوهيم 35 مرة، في الرواية الثانية بنشوف يهوى إلوهيم، الرب الإله، الرب الذي يريد أن يدخل في عهد وفي علاقة مع خليقته التي على رأسها الإنسان. أقدر أحط لها تصور بلغة التصوير النهاردة، أنه في واحدة كان واخدها من زاوية بعيدة وبعدين عمل زوم عشان يبص يخش للتفاصيل ويعرف بالتالي الغرض اللي احنا بنتكلم عنه هنا. وده يأكد ان المصور شخص واحد. مصور شخص واحد. ممكن يكون غير الزاوية، ممكن يكون دخل شوية لقدام، بس في الاخر مصور واحد. وده اسلوب موجود في الكتاب المقدس كتير، ولا سيما لما نوصل لسفر الرؤية يوصل بينا لغاية نهاية الزمن في رؤية 11. ويبتدي من رؤية 12 يعود إلى الوراء لكي يركز أكثر. هنا في أصح واحد قبلنا أيام الخلق الست واستراح في اليوم السابع، بينما في أصحاح 2 ركز على ما حدث تقريبا في اليوم السادس، مشغول أكتر مش بالخليقة سماء وأرض، لكن مشغول بالإنسان. وعشان كده حتى توصل في عدد 4 هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماء. فبيركز على الأرض لأنه مشغول بالإنسان آدم اللي هيبقى ليه من ذلك من هذا الوقت فصاعدا علاقة خاصة معه. واللي بيأكد كده أنه يعني حتى لما بيقول أنبت العشب وغرس الجنة، كل ده بس كتهيئة، تهيئة الجو لسكن الإنسان، وكأنه بيركز على الإنسان. اللي بيخلينا يعني نقول أنه هنا العلاقة هي اللي عليها التركيز، وعلاقة عهدية أو علاقة الله إله العهد يهوى، لأنه بيركز على الاسم يهوى إلوهيم، هو أنه معنى اسم يهوى يعني الكائن بذاته،
الله الكائن بذاته زي ما أعلن عن نفسه لموسى في سفر الخروج. وعلشان كده الله الكائن بذاته الذي لا يتغير، وهو ده الضمان للعهد، هو ده إنه الله ثابت لا يتغير ولا يتراجع ولا يفشل ولا يمكن إنه يغير كلامه، هو ده علاقة الله مع الإنسان. وده هيستمر بعد كده لحد لما نوصل للرب يسوع المسيح اللي هو يهوى، الله اللي يخلص، الله الذي يأتي للإنسان لحد لما حتى وهو في حالة الشر والخطية يخلص شعبه من خطاياه. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. أظن في فرق واضح لما بيقول السماوات والأرض وبعد كده يرجع يقول الأرض والسماوات. والحقيقة الملاحظ إن رجال العلم أحيانا يغلطوا ويكونوا رجال اللاهوت صح، وأحيانا أخرى رجال اللاهوت هم اللي يغلطوا ويكونوا رجال العلم هم اللي صح. لكن دائما وأبدا في كل الأحوال كلمة الله لا تخطئ. بقول كده لأنه رجال العلم وقت ما كانوا بيقولوا بأذلية الكون كانوا هم غلط، وكانوا رجال اللاهوت اللي بيقولوا الكون له بداية كانوا هم اللي صح، والعلم صحح روحه وبقينا متأكدين تماما علميا إن الكون له بداية. لكن كمان رجال اللاهوت أخفقوا إخفاق شديد لما قالوا إن الأرض هي محور الكون، ورجال العلم رفضوا حكاية إن الأرض هي محور الكون، وطلع العلم هو اللي صح ورجال اللاهوت هم اللي غلط. لكن في كل الأحوال وفي القضيتين بشوف الكتاب ما ينفعش يكون فيه لا أخطاء لاهوتية ولا أخطاء علمية، لأنه كلمة الله المعصومة المنزهة عن الخطأ. فعن بداية الكون يقول لنا الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض، وهنا يقول لنا هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، أي أن الكون له بداية وهذا ما يقوله الكتاب. أما عن عدم مركزية الأرض، عدم محورية الأرض للكون، فهنا واضح جدا أنه بيقول السماوات والأرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض، الأرض هي التابعة وليست هي المحورية. لكن لما يقول لنا يوم عمل الرب الإله يهوى ألوهيم الذي يريد أن يدخل في علاقة مع خليقته، يقول لنا يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، وكأنه الكتاب عايز يقول لنا وإن كانت الأرض ما هيش محور الكون لكن الأرض هي محور اهتمام خالق الكون. إذا حبينا نبص على الجزء الأصحاح كله من عدد 4 لآخر الأصحاح، أعتقد حلي مقسوم نصين. النص الأولاني أقدر أشوف فيه نعمة الله، صلاح الله، جود الله. في الجزء الثاني أقدر أشوف مقاصد الله أو محبة الله، في نعمة وفي محبة، فيه جود وعطايا وفي مقاصد أزلية. أعتقد الأعداد الأولى من 4 لغاية عدد 14 بنلمح فيها صلاح الله، جود الله، عطاء الله، فنقرأ عن الضباب أو الندى الذي يحدثنا عن رضا الله، ونقرأ أيضا عن النهر العجيب الذي كان يخرج من الجنة ويسقي الأرض. هذه نعمة الله الممثلة، لما نروح للعهد الجديد هنلاقي الصورة أكمل وأوضح في الأناجيل الأربعة زي الرؤوس الأربعة. أقدر أشوف في الجزء الأولاني خدمة الإنجيل ونصيب الإنسان، بينما من عدد 15 ل 25 أقدر أشوف فيها خدمة الكنيسة ونصيب المسيح. في الحقيقة هنا نرتقي إلى أمر أسمى بكثير من مجرد أن الرب بيدينا ندى عشان يسقي الأرض، وبيدي 4 رؤوس لنهر عجيب علشان يروي الأرض. لا، هنا في حاجة أسمى بكثير يأخذ فكرنا إلى مقاصد الله في الأصل. في الجزء الأول اللي حضرتك أشرت ليه يا أخي يوسف من عدد 4 لعدد 14 في الموضوع المحوري هو خلق الإنسان، وكأنه رجع للورا زي ما حضرتك قلت من شوية علشان يقول لنا بقى اللي حصل في أصحاح 1 حصل إزاي. لما قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، عملوا إزاي بقى؟ وهنا التركيز مهم جدا على جبل الرب الإله آدم
من الأرض ترابا أو ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وده بالمفارقة مع كل ما خلق قبل كده. قبل كده حتى الكائنات اللي هي ذوات الأنفس الحية الله ما عملهاش بنفسه، لكن قال لتخرج الأرض ولتفض المياه وليكن طير، لكن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي الله عمله بنفسه. وأعتقد أنه مش يعني إحنا إن كنا بنميز طبقا للكتاب ما بين الجسد والنفس والروح، لكن الإنسان كائن متكامل. فلما يقول جبل الرب الإله ونفخ، طبعا دي تعبيرات يعني الله ما عندوش رئتين زينا كده علشان ينفخ ويطلع زفير، لكن عايز يقول انه عمله بنفسه واداله حاجة من عنده اللي هي حياة من الله. ونسمة الله هنا هي اللي ادت الإنسان الإمكانية انه يكون على صورة الله وعلى شبه الله، من غيرها ما ينفعش. غريبة جدا انه الناس اللي بينادوا بالتطور بيقولوا انه الانسان يعني تطور من حيوانات قبل كده، ودي حاجة يعني غريبة جدا، لانه معناها انه مفيش اي غرض، مفيش اي هدف، احنا بس ماشيين في دوامة كده ملهاش اي معنى. لكن لما اقرأ كلمة الله واشوف انه الإنسان على صورة الله والله اللي عمله علشان عنده هدف، عنده قصد أنه يمثل الله على الأرض، أعرف قد إيه الإنسان ليه قيمة كبيرة في مقاصد الله. يلفت نظري اسم آدم لما يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، وكلمة آدم جاية من أديم، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وكأن الرب عاوز يذكر الإنسان بأصله. ماذا قال إبراهيم وهو بيكلم الرب الإله؟ شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، في بدايتي أنا تراب وفي نهايتي أنا رماد، ماذا يساوي الإنسان؟ لكن هذا الإنسان اللي في ذاته لا شيء هو موضوع مقاصد الله. وعن هذا قال أليهو ابن برخئيل البوزي في أيوب 33 إن الله قصده يحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. صنع الإنسان من التراب بيربطه بالخليقة المادية، ونسمة الحياة اللي أخذها من الله بتربطه بالله شخصيا. وهنا الإنسان متفرد ومتميز عن كل الخلائق اللي أقل منه الحيوانات، لأنها مادية وليها نفس حية لكنها يعني تفنى، ومتميز عن الملائكة اللي أعلى منه لأنها أرواح فقط ملهاش ارتباط بالعالم المادي. لكن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي الله عمله، وهو متميز عن كل ما قبله وما بعده، والله في ذهنه النموذج الأصلي المسيح الرب من السماء اللي هو يعني آدم مجرد مثال لي. احنا كيان خارجي وكيان داخلي حتى بعد السقوط، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيه. هذا قلت إن الإنسان أقل من الملائكة، وفي العادة كلام مظبوط في مزمور 8، إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكة. وعجبني واحد قال تعبير جميل، الإنسان ما أضعفه بالخلق. ضعيف فعلا، نهش آدم من ضمن أسماءه أنوش، أو يعني في العبري من ضمن الأسماء الكثيرة عن الإنسان أنه من ضمنها هش. لكن ما أضعفه بالخلق، ما أبأسه بالسقوط، ما أمجده بالفداء. ولو وصلنا إلى المسيح اللي هو النموذج اللي كان في ذهن الله، كل الخليقة خاضعة له، أخضعت كل شيء تحت قدميه بما فيها الملائكة. نعم، عشان كده هل يصح أن الإنسان يعبد الملائكة؟ المؤمن التقي يعبد الملائكة؟ أولا عندنا نص صريح بأن هذا أمر لا يليق من سفر الرؤيا أصح 19 وأصح 22. بالإضافة إلى ذلك إحنا بقينا في المسيح، ده إحنا أسمى من الملائكة بارتباطنا بالمسيح. ربي كل الخليقة
صالح ربي كل الخليقة تعلن حقيقة إنك صالح غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر محبة الله دائما محبة مانحة دائما الشيطان يصور الله للبشر إنه اللي بيحرمهم لكن الحقيقة أنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر فكل أشجار الجنة شهية للنظر كل أشجار الجنة جيدة للأكل شجرة الحياة في وسط الجنة ما يقولناش الكتاب كده عن شجرة معرفة الخير والشر الله خلق الإنسان واعتنى به واهتم به ومنحه كل شيء البعض يرى في النهر الرباعي ده صورة للأناجيل الأربعة وطبعا أعظم نعمة بنشوفها مقدمة من الله للبشر في الأناجيل الأربعة وكلمة إنجيل كلمة يونانية الأصل معناها خبر سار يوصل لمين يوصل لأشر وأبأس الخطاط فبيقول لنا كده عن هذا النهر الرباعي أو اللي ليه رؤوس أربعة عدد عشرة وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هنا كان قسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد في شون المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع الذهب هو ملك المعادن المسيح كالملك في إنجيل متى قدم له وهو صبي ذهبا ولبانا ومرا كأننا نرى هنا المسيح بحسب إنجيل متى الملك المرسل من الله إلى العالم بعدين واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش كوش العبد ويا للعجب أن ملك يصبح عبد لا الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور طبعا عايز أقول أن في الوقت ده لا في أشور ما فيش حاجة لكن يقصد بهنا تعليم جميل أن أشور في كل العهد القديم كانت معادية لله ومع ذلك هناك نهر يسقي ويصل إلى أشور ده بيكلمنا عن المسيح بتاع إنجيل لوقا اللي دايما كان يصل إلى من لا يستحق نعمة معطاءة وجود وسخاء بعدين والنهر الرابع الفرات وكلمة الفرات معناها الغزير اللي لا له أول ولا آخر صورة للمسيح بحسب إنجيل يوحنا اللي هو الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا بس في سؤال بقى كده أخي يوسف فضل. هل الكلام ده جغرافيا يعني الكلام ده جغرافيا واسع قوي أيوه فهل الجنة كانت جغرافيا بالمنظر دوت في مكان معين بالتفاصيل دي كانت مكان ولا ده مجرد وصف الحالة لا يعني مثلا لما يقول لنا انه وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا
يعني لو كان يقصد كلام مجازي، طب ايه شرقا هنا دخلها ايه؟ كلمة شرقا بتؤكد لنا ان هذا الكلام كلام حرفي ليه ابعاد روحية، زي ما حاجات كتيرة في الكتاب بناخدها بمعناها كما ذكرها الله، لكن اذا كان عندنا تطبيقات جميلة زي التطبيق اللي انا اشرت اليه من شوية تطبيق، لكن هل كان هناك اربع رؤوس تسقي الارض؟ طبعا. هل في جنة في عدن شرقا؟ الإجابة نعم مؤكد. وعدن النهاردة نقدر نقول إن هي فين؟ في الغالب العراق، لأن بيكلمنا عن نهر الفرات ونهر حداقل اللي هو دجلة والفرات. يعني مش بالضرورة بمسميات اليوم. لا، عدن اللي هي في اليمن ولا هي أصلا؟ طبعا. لا ما لا مش هي كده. أنا بس عايز أفك الالتباس ده. في الغالب هي هناك في منطقة ما بين النهرين. لما بيقول شرقا يقصد شرق فلسطين. وأرض كوش هنا مش الحبشة، بيقول مش أثيوبيا، شرق فلسطين، لأنه المستمع الرئيسي بتاع الكتاب دوت كان عايش هناك. بالضبط. وبالتالي هو بيتكلم بالوصف بالنسبة له. مظبوط. يعني لما بيقول شرقا فهو يقصد شرق أرض كنعان، أرض الموعد، وبالتالي ده يخلينا نفهم أن أرض كوش هنا مش المقصود بها أثيوبيا أو الحبشة، مش كوش الأفريقية، لكن كان في كوش أثيوية. المنطقة دي عموما اللي هي في العراق زي ما أشار الأخ يوسف، علشان حداقل والفرات، وهي شرق أرض الموعد. يعني مشهور إن في أسامي تكون متكررة في أكتر من مكان، زي حتى لحد النهاردة. يعني في أسامي ممكن تلاقيها في بلد وفي بلد تانية خالص، في حتة بعيدة خالص. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيرهم. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. بعد كده من أول عدد 15 بنشوف حاجتين مهمين جدا: بداية العمل وبداية الأسرة، بداية الزواج أو تأسيس العمل وتأسيس الزواج. وناس كثيرة بتقول إنه العمل ابتدى بعد السقوط، لكن ده مش حقيقي. الله لما حط آدم في الجنة بيقول كده: وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني كان عنده شغل يشتغله، وده ما يليق بالإنسان ككائن عاقل على صورة الله، ويمثل الله في سيادته للخليقة إنه عنده شغل يشتغل. صحيح التعب بسبب العمل جه بعد السقوط، لكن العمل نفسه مش نتيجة للسقوط، لكن من تصميم الله الأساسي للإنسان. وبعد كده الله هو اللي أسس الزواج بنفسه لما عمل حواء لآدم مخصوص، وجابها عملها منه علشان تكون معين نظيره. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا،
وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. الله خلق آدم، وآدم تم اعتباره من قبل الله رأس الخليقة كلها، لكن لابد من أن ثيادة الله تظهر في المشهد. الله أعطى هذه الوصية مش علشان يحرم آدم من شجرة بعينها، لكن لو كان مفيش وصية لأصبحت ثيادة آدم ثيادة مطلقة، وهنا مش ممكن آدم يكون كالله من جهة الثيادة. فالله أعطى وصية علشان يؤكد لآدم رغم أنك يا آدم سيد لكل الخليقة ورأس لكل الخليقة، إلا أنك ليك إله ليك رئيس. أضيف لي كده يا أخي أسامة، عشان خاطر طبعا في ناس كتير بيعترضوا على الوصية اللي أسقطت آدم ومن وراء الجنس البشري، إن الله غرضه من خلق آدم زي ما شفنا من البداية هو المحبة، إنه يحب، إنه آدم يحبه، هو بيحب آدم وعايز آدم يحبه كمان. مفيش محبة من غير إرادة حرة، مفيش إرادة حرة من غير امتحان، من غير اختيار. فكان في ضرورة إنه يكون كده، وكان أبسط اختيار وأبسط اختبار كحاجة واحدة بس، قدامك كل الشجر تأكل منه زي ما أنت عايز، إلا شجرة واحدة تعلم فيها طاعتك وإن إرادتك الحرة اختارت إن هي تطيعني وتحبني. في الحقيقة الجزء ده ما نقدرش نفصله عن السر العظيم الذي أعلنه الرسول بولس في أفسس 5. آدم يرمز إلى المسيح، كلام ده واضح، وحواء ترمز إلى الكنيسة، كلام ده واضح تماما في أفسس أصحاح 5. لكن أنا مش هقول تعليقي على القصة كلها، لكن أقول فقط أن هناك مسؤولية ألقيت على آدم قبل أن توجد حواء على الإطلاق. يعني هنا لكي يعملها ويحفظها، ده ربنا موصي آدم تعملها وتحفظها. تحفظها من إيه؟ هناك ثمة خطر، خلي بالك. أنا مش هقول لك هو إيه، لكن في خطر، خلي بالك، فتح عينك كويس يا آدم. بكل أسف ما خدش باله وقال له إن الشجرة دي معرفة الخير والشر، يوم تأكل منها موتا تموت. فين حواء؟ لسه ما جتش. وده بالضبط اللي حصل بالنسبة للقصة بتاعتنا الرائعة. هناك مسؤولية تحملها المسيح قبل أن توجد الكنيسة. الكنيسة تكونت يوم 50 بعد موت المسيح وقيامته وصعوده ومجيء الروح القدس. أما المسؤولية التي تحملها المسيح نيابة عنا قبل أن توجد الكنيسة، وعشان كده لما جه من السماء للأرض يقول أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. ما هو يا هو اللي يموت بدلها، يا إما هي اللي هتموت. وعشان كده لأنه أحب، عشان كده الناس بتعترض على الصليب وبيعترضوا على القصة كلها والفداء، دي قصة محبة. كونك ما بتفهمش في المحبة دي مشكلتك أنت، لكن الله محبة والمسيح أحب الكنيسة. هذا هو صدى ولحمة الكتاب المقدس. يعترضوا على المحبة ويعترضوا أيضا على ترتيب الله. فمن ضمن ترتيب الله، الله هو اللي دعا آدم باسمه، ودي ثيادة الله لآدم. آدم هو اللي دعا بأسماء الحيوانات، ودي ثيادة آدم على الخليقة. آدم هو اللي سمى المرأة. وأنا دايما بشوف إن اللي بيطلق الاسم على شخص ما بيعلن بشكل أو بآخر رئاسته. يعني مثلا أبو ربنا يسوع المسيح، منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، فهو اللي كلي السلطان. والله هو اللي أعطى الإثم لآدم، وآدم هو اللي أعطى الإثم للمرأة هنا ولحواء في أصحاح 3. وبالتالي بنشوف اللي قاله الكتاب، إنه رأس المرأة هو الرجل، ورأس كل رجل هو المسيح، ورأس المسيح هو الله. وهنا ما بنشوفش إنه في اختلاف في القيمة ولا المكانة ولا الكرامة بين الله والمسيح، حاشا. وبالتالي لا في اختلاف في القيمة ولا في المكانة ولا في الكرامة بين الرجل والمرأة، ده ما قالوش الكتاب. في الحقيقة الاسم اللي سماه آدم للمرأة جميل، هو أداها اسم مزدوج أو اسمين. سماها امرأة لأنها زوجة، وسماها أم كل حي بعد السقوط. أنا حمسك الاسم الأولان امرأة، لماذا سميت امرأة؟ يقول لأنها من امرئة. يبقى إذن هي أخذت نفس حياته
هي لحم من لحمه وعظم من عظامه، بالإضافة إلى ذلك هي لها ذات اسمه. لما نروح لسفر النشيد الأنشاد، سفر المحبة، في شولاميس وفي سليمان، وده مؤنث. ده في لما نوصل لإرمية 23 وإرمية 33، اسم المدينة اللي هي العروس الأرضية اسمها الرب برنا. طب واسم العريس اللي هيقترن بهذه المدينة اسمه الرب برنا. يعني العروس الأرضية لها ذات اسم عريسها اللي هو الرب برنا. آدم أدى لمراته ذات اسمه، المسيح أدانا كمان اسمه، سليمان أدى شولاميس اسم. ده بيورين قدي الالتصاق والاقتراب بين الرجل والمرأة، هذا السر عظيم. وأنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، أوقع رب الإله ثباتا على آدم فنام. وآدم هنا ما كانش مخير، ونومه هنا في إشارة ورمز مهم قوي لنوم المسيح، أو بمعنى آخر موت المسيح. الفرق الكبير والمهم إن المسيح ذهب إلى الصليب طوعا واختيارا. آدم كمان هنا لم يشعر بأي ألم، لكن وضع الرب عليه ثباتا فنام. لكن المسيح تألم من أجل الخطايا. أعظم عطايا الله لآدم وهو نائم. يعني الجنة طبعا عطية عظيمة، بس جنة من غير ناس ما تنداس. وربنا قبل ما يديله حواء أو المرأة شوقه، فخلى تمر عليه كل الخليقة. فلاحظ هو الرجل ما كانش يعني منتهى الذكاء طبعا، خلقة ربنا، فلقى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. في علاقة أسمى مع الله، في علاقة أدنى معاه الكائنات والحيوانات، أين النظير؟ أين اللي ليا شركة معاه؟ فشوقوا ربنا ونيموا ربنا وأداله أعظم العطايا. وده درس جميل، إن أعظم عطايا الله بيديها لنا وإحنا في حالة سلبية وإحنا في حالة سكون. أدى لإبراهيم الوعد الإبراهيمي وهو نائم. حاجة تانية بنتعلمها، إنه أخذ ضلعة وأداله امرأة. درس جميل، إن الله إذا أخذ منا شيئا يعوضه لنا ويعطيه لنا، يرد لنا أضعاف أضعاف. عجبني كمان الفعل بنى في عدد 22. أي. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. الحقيقة أرينا قبل كده جبل، أرينا قبل كده خلق، أرينا قبل كده عمل، لكن هنا بنقرأ بنى. وده بيفكرنا بأنه الرب اللي بيبني كنيسته، وده يدينا ويدي التشابه واللغة الرمزية اللي موجودة هنا معناها. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة سأبني كنيستي، بنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة أحضرها له. آدم لم يحضر المرأة لنفسه، لكن المسيح أحضر الكنيسة لنفسه، أو سيحضرها لنفسه، أو سيحضرها لنفسه. يلفت النظر أن أول علاقة تسجل في الكتاب المقدس ليس علاقة الآباء بالأبناء، مع أنها علاقة وثيقة وطيدة، ولغاية النهاردة الناس بتقدر آبائها وتعزهم، وده أول وصية بوعد. لكن أول علاقة، عشان كده الناس قد احتقروا الزواج على إيدين الناس الأردياء. لكن قيمة الزواج، يترك الرجل أباه وأمه، في أكتر من كده، ويلتصق بامرأتي، في أكتر من كده، يلتصق ويكون الاثنان جسدا واحدا، في أكتر من كده. هذا السر يقول لنا الكتاب المقدس في أفسس، هذا السر عظيم، أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. لما يسبب هنا يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه، بيديني مفتاح لكل وصايا الله أنها مسببة، ليها سبب. حتى لو أنا مش شايفه لابد أن أدرك أن الله مش بيحط وصايا كمجرد إله بيمارس سلطته، لكن عنده غرض من الوصية دي بتاعته. حتى لما نوصل للوصايا العشرة نفسها، لما نتأمل فيها، هي جعلت لأغراض، والغرض الأسمى في الآخر مصلحة الإنسان ومجد الله في الإنسان. الرب في متى 19 أشار لهذا الجزء باعتباره جزء مرجعي بالنسبة لنا كلنا في الزواج. العمل قبل الزواج، الزواج رجل واحد وامرأة واحدة، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. أضيف لكده أن الزواج فيه احتياج، شعور باحتياج، وده غرض أساسي، وده جزء أساسي من الزواج، عشان للرجل يحتقر المرأة
ولا المرأة تحس إن هي من دون الرجل. يعني الرب حط القصة ديت، فما لم يكن في يعني الأسباب الاجتماعية للزواج مش هي دي اللي الرب عايزها، بمعنى إن الأسباب الاجتماعية مش هي الغرض، مش إن المجتمع بيفرض عليا كده، لكن تركيب الله بيسمح بيها إن الرجل يشعر باحتياجه المرأة فيتكاملا معا ويكملوا السكة ويعملوا خطة الله في حياته. أنا أحب كمان أقول إن البتولية ليست أكثر قداسة من الارتباط والزواج، هي مسألة خطة من الله زي ما بولس بيشرحها في كورنثوس الأولى 7. كلام حضرتك فكرني بمقولة قديمة لأحد القديسين، أن الله أخذ المرأة من ضلع في جنب آدم، لم يأخذها من رأسه لئلا تتسلط عليه، لم يأخذها من قدمه لئلا يطأها بقدميه، لكن أخذها من جنبه بجوار قلبه ليحبها وتحت ساعده لكي يدافع عنها. ولذلك نحن نرى في رسالة كورنثوس الأولى 11 يعني أسباب لماذا لا تتسلط المرأة على الرجل، لماذا في الكنيسة تخضع المرأة وتصمت في الكنائس، لماذا في أسباب ذكرها الرسول بولس سواء في كورنثوس الأولى 11 أو في تيموثاوس الأولى 2 أجملها في هذه الرباعية. أولا زمن الخلق، آدم جبل أولا ثم حواء. ثانيا طريقة الخلق، طريقة الخلق، خلق مباشر لآدم بينما أخذ ضلعة، يعني كأن المرأة أخذت من الرجل وليست خلقت بالاستقلال عن الرجل. الحاجة الثالثة غرض الخلق، لم يخلق الرجل من أجل المرأة بل المرأة خلقت من أجل الرجل. والأمر الرابع والأخير هو السقوط، آدم لم يغوى، المرأة أغويت فحصلت في التعدي. يختم الأصحاح بكلمة وكان كلاهما عريانان آدم ومرأته وهما لا يخجلان. الوضع الأصلي للزواج ما فيهوش أي نوع من أنواع النجاسة زي ما الناس بتبص له، لكن على الإطلاق الله بالنسبة له الأمر كويس جدا وجميل، وهو اللي عامل العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن دخول الخطية هو اللي خلى المشكلة تدهورت. دنست فكر الإنسان وقلبه. الكتاب المقدس كتاب الله العظيم يحتوي على عهدين، العهد القديم يقود إلى المسيح، العهد الجديد يبدأ بالمسيح. عزيزي المشاهد ندعوك لمتابعة برنامج فحصين الكتب.